فهيدي الدورة بتفيدنا كتير كتير ليتعلموا اللي هن الصبايا يكون عندهم ثقة بنفسهم، حتى لما يطلعوا بأي مجتمع يقدروا يعبروا عن رأيهم، يفهموا شو عم ينحكى معهم. والحلو بهيدا البروجرام أنه هو بس معني بالنساء. أنا تجوزت وجوزت أولادي، بس صار دوري إسا انتبه لنفسي. أنا إلي دور خاسر بالحياة، خلصت دوري مع أولادي، أنا إلي حق حياتي. كتير مهم، كتير أشياء مهمة خصوصا للمرأة، وكمان بالتحديد إنها تعرف حقوقها. نحن سعيدين بإطلاق برنامج دعم وتطوير قدرات النساء بمنطقتي البقاع وعكار بالشراكة مع شركة تاتش. هذا البرنامج رح يكون له بالتأكيد أثر كبير على حياة النساء، لأنه رح يكون عم يطور قدراتهم بعدة مجالات، والأهم مجال التكنولوجيا والمعلوماتية وكيف يحموا حالهم أونلاين وكيف يتجنبوا كل المخاطر اللي بتحيط فيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرف عن حقوقها أكثر كامرأة لحتى تكون متمكنة بكل المجالات، منها القانونية، منها الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها. This project is funded by Touch and implemented by who? By female, that's good. كنا على أساس نحن مفكرين أنه خلص صرنا ستات بيوت، صارت شغلتنا أنه نطبخ، شغلتنا الأولاد نربي، نهتم ببيوتنا وبس. لا، خلتنا نعرف أنه نحن بعد فينا نتعلم، بعد فينا نقدم لحالنا شيء، بعد فينا نوثق بحالنا أكثر. بروجرام مكمل ليوصلكم لأكثر محل ممكن تستفيدوا منه. نوعدكم إذا لقينا التزام جد منكم من هلأ لهالسبعة أشهر رح نكمل بتطوير مرحلة تانية، مرحلة جديدة. قد ما أنتم حابين أنه تكفوا، نحن رح نحاول قد ما فينا أنه نكفي معكم.